يعني صراحة كيف ما كتشاهدوا أمامنا كثرة ديال الأزبال في هذه المنطقة هذه تثير سخط ساكنة في هذه المنطقة هذه صراحة الحالة يرثى لها هنا في هذه المنطقة هذه يعني في الكرام يعني الحالة يرثى لها وبزاف كاع يعني شوفوا معنا هذه الحالة كيفاش دايرة يعني كيف ما لاحظتوا معنا مشاهدينا الكرام شوفوا الحالة كيفاش دايرة ديال هذه المنطقة هذه زائد الرائحة الكريهة يعني الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام يعني صراحة هنا أمامنا كاين فنادق كاين محلات تجارية كاين مقاهي يعني صراحة أشهر منطقة مدينة الدار البيضاء اللي هي وسط المدينة فحشومة وعيب وعار أننا نشوفوا هذه الحالة هذه كي دايرة كيف هكا يعني صراحة لا حول ولا قوة إلا بالله يعني الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام شوفوا هذا فندق شوفوا معنا الحالة كيفاش دايرة يعني غادي ناخذوا رأي واحد الشخص من الساكنة ديال هذه المنطقة هذه خويا عاود لي شنو الواقع هنايا شوفوا الحالة كيفاش دايرة يعني صراحة الحالة يرثى لها خويا السلام عليكم بعدا كنشكر قناة شوف تيفي يعني اللي عيطنا لكم زعما ما ترددتوش وجيتو مرحبا خويا حنا الساكنة ديال هذا الحي هذا نذكروا الاسم ديالو ولا لا ذكر الاسم اون جونفي هنا كاين يعني واحد المحلات تجارية يعني اللي كيديروا البيع خارج المحل يعني كيف ما كتشوفوا الميكات الأزبال ديالهم كلشي كيخليوه هنايا كيزدوا المحلات التجارية ديالهم وكيخليوه هنا الزبل يعني هاد الزبل هذا كيوصل هنا قدام باب الديور ديالنا يعني واحد الريحة اللي كاريها هنايا هادشي هذا بزاف عينا الراس والمسؤولين عينا ندويو حتى شي واحد ما جاوب يعني يوميا هادشي هنا يوميا هادشي وسنين ماشي نهار ولا يومين هادشي سنين هو بحال هكا صراحه لا حول ولا قوه الا بالله شكرا لك خويا المشاهدين الكرام كيف مشوا معنا تصريح ديال احد اشخاص من ساكنين ديال هذه المنطقه هذه سمعتوه كيف صرح لنا الرائحه الكريهه الزبال اللي كتوصل لهم امام ابواب ديال المنازل ديالهم يعني صراحه لا حول ولا قوه الا بالله يعني شوفوا معنا الازبال كتلاقى هاد الماء هذا اللي الرائحه ديالو جد كريهه. خويا اسمح لي نقول لك شوف مرحبا. الناس دابا ولاو ساكنين في الكاريان وما عندهمش هاد الشيء هذا. شي الناس ساكنين في الكاريان الله يحسن العوان حنا ما نعيروا صحاب الكاريان. صحاب الكاريان وهاد الشيء والله ما عندهم هاد الروايح هادو وما عندهمش هاد الزبل هذا قدامهم. يعني هذه في المنطقه اللي معروف. هنا يعني تخيل معايا تقريبا هنا الديور تا اللي مؤثرين واحد الاثمنه اللي خياليه وحشومه كنخرجوا في الصباح كنلقوا الزبل بحال هكا قدام الديور ديالنا. منطقة سياحية كيجيو منطقة سياحية منطقة تجارية يعني كي غنقول لك هذا وسط المدينة يعني هذه العاصمة الاقتصادية وهذا اللب ديال العاصمة الاقتصادية وعندنا هاد الأزبال هادو هنايا يوميا بشكل متواصل لا حول ولا قوة إلا بالله يعني كيف ما سمعتوا معنا مشاهدي الكرام منطقة سياحية منطقة تجارية أيضا يعني فشوفوا الحالة كيفاش دايرة فمن يتحمل مسؤوليه ديال هذا الوضع هذا وحنا ما كنلوموش الشركه ديال النظافه حسن الناس كنلوموا الناس والناس اللي كيبيعوا ويشريوا هنا كيف ما كتشوف هنا الطعارج هاي كيف ما كتشوف معنا هاي حاويه ديال الازبال وما مليحش فيها هذا الشيء دابا راه كيجيو كل نهار كيجيو الناس ديال النظافه كيجمعوا الزبال ولكن عاوتاني كتعاود تلقى الزبال انت شوف كاينين الكراطن هنا ديال البيع والشراء انت اسمح لي كراطن ديال البيع والشراء ديال الالعاب الطعارج هذا الشيء ديال كلشي كيتباع هنايا كيسدوا المحلات ديالهم هنا كاين واحد المحل يعني ديال البيع هادشي اللي كيبيعوا داكشي ديال التخفيضات التخفيضات هادشي ديال كلشي ب 5 دراهم يعني كيسدوا وكيخليونا حنا الزبل قدام فلا حول ولا قوه الا بالله شوف كنشكيو تكنشكيو والشكوى الله سبحانه وتعالى داكشي اللي كاين اخويا تبارك الله عليك المشاهدين الكرام كنتمنى ان الرساله ديال هاد الناس هادي تكون وصلت للاشخاص المعنيين بالامر الى المشاهدين الكرام غادي نودعكم على منطقكم في بث مباشر اخر ان شاء الله الى اللقاء يعني كيف كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام الصوره امامكم يعني كثره ديال الازبال هذه في هذه المنطقه هذه يعني صراحه شوف تيفي اخويا شوف تيفي يعني كيف ما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام يعني حالة الله يعني شوفوا امامنا الصوره امامكم
شوفوا الحاله كيفاش دايره، شوفوا الحاله كيفاش دايره. يعني صراحه لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. كنتمنوا ان الرساله ديالنا تكون وصلت الى مشاهدينا الكرام. غادي نودعكم على امن تلقاكم في بث مباشر اخر ان شاء الله. الى اللقاء.